المسيح إلهنا قد أظهر نور المعرفة للعالم، لأن الساجدين للكواكب فيه تعلم من الكوكب السجود لك الشمس العالم، وعرفوا أنك المشرق الذي من العالم. الحمد لله في العلا وعلى السلام رب المجد العالم. مباركة هي مملكة الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دار الداهرين. آمين. بسلام إلى الرب نطلب. إيانا يسوع. لأجل السلام العلوي وخلاص نفوسنا إلى الرب نطلب. لأجل سلام العالم أجمع وثبات كنائس الله المقدسة واتحاد الجميع إلى الرب نطلب. لأجل هذا البيت المقدس والداخلين إليه بإيمان وورع ومخافة الله إلى الرب نطلب. كيريا لا يسوع. وكانت المكرمين والشمامس الخدام بالمسيح وجميع الكليروس والشعب إلى الرب نطلب. كيريا لا يسوع. ولأجل مؤازرتهم في كل عمل صالح إلى الرب نطلب. كيريا وكل مدينة وقرية والمؤمنين الساكنين فيها إلى الرب نطلب. كيريا لا يسوى. وفضل أزمنة سلامية إلى الرب نطلب. كيريا لا يسوى. والمرضى والمتعبين والمسبين ولأجل خلاصهم إلى الرب نطلب. كيريا لا يسوى. إلى الرب نطلب. كيريا لا يسوى. يا الله بنعمتك. كيريا جميع القديسين والنودع المسيح الإله ثواتنا بعضنا بعضا وحياتنا كلها. سيكريا. لأنه لك ينبغي كل مجد وإكرام وسجود أيها الآب والابن والروح القدس أنا وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. بشفاعة والدة الإله يا مخلص خلصنا. أعترف لك يا رب بكل قلبي في مجلس المستقيمين وفي الجماعة بشفاعة والدة الإله يا مخلص خلصنا. عمله اعتراف وعظيم جلال وعدله يديم إلى أبد الأبد.
بشفاعة والدة الإله يا مخلص خلصنا. المجد للآب والابن والروح القدوس الآن وكل أوان وإلى يا كلمة الله لابن الوحيد الذي لا يموت لقد رضيت من أجل خلاصنا أن تتجسد من والدة الإله القديسة مريم الدائمة البتولية فتأنست بغير استحالة وصلبت أيها المسيح ليلا وبالموت غطيت الموت أنت أحد ثالوث القدوس الممجد مع الآب والروح القدوس خلصنا. البطن قبل كوكب الصبح ولدتك حلف الرب ولن يخلف أنت كاهن إلى الأبد على رتبة ملكي صادم خلصنا يا ابن الله يا من ولد من البتول نحن المرنمين لك هللويا ميلادك أيها المسيح إلهنا قد أظهر نور المعرفة للعالم لأن الساجدين للكواكب فيه تعلموا من الكوكب السجود لك يا شمس العالم وعرفوا أنك المشرق الذي من العالم يا رب المجد اليوم تلد الفائق الجوهر والأرض تقدم المغارة لمن لا يدنى الملائكة مع الرعاة يمجدون والمجود مع الكوكب يا Yeah.
جديد وهو الإله الذي قبل الدهور. لأنك قدوس أنت يا إلهنا وإليك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس أنا وكل أوان وإلى دار الداهرين. آمين. أنتم الذين بالمسيح اعتمدتم المسيح لتسجد لك جميع الأرض ولتشهد لك هللويا للرب يا جميع الأرض. الحكمة فصل من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل غلطيا.
فلنصغي. يا إخوة، لما بلغ ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة مولودا تحت الناموس ليفتدي الذين تحت الناموس لننال التبني. وبما أنكم أبناء أرسل الله روح ابني إلى قلوبكم صارخا أبا أيها الأب، فلست إذا بعد عبدا بل ابنا، وإذا كنت ابنا فأنت أيضا وارث لله بيسوع المسيح. والتسبيح لله دائما. سلام لك. نسمع الإنجيل المقدس. السلام لجميعكم. ولروحك. فصل شريف من بشارة القديس متى الإنجيلي البشير. المجد لك يا رب المجد لك. فلنصغي. لما ولد يسوع في بيت لحم اليهودية في أيام هيرودس الملك، إذا مجوس قد أقبلوا من المشارق إلى أورشليم قائلين: أين المولود ملك اليهود؟ فإنا رأينا نجمه في المشرق فوافينا لنسجد له. فلما سمع هيرودس الملك الطرب هو وكل أورشليم معه، وجمع كل رؤساء الكهنة وكتبة الشعب واستخبرهم أين يولد المسيح، فقالوا له: في بيت لحم اليهودية،
فإنه هكذا كتب بالنبي: وأنت يا بيت لحم أرض يهوذا لست الصغرى في مدن يهوذا الرئيسية، لأنه منك يخرج المدبر الذي يرعى شعبي. حينئذ دعا هيرودس المجوس سرا، وتحقق منهم زمان النجم الذي ظهر، ثم أرسلهم إلى بيت لحم وقال: اذهبوا وابحثوا بتدقيق عن الصبي، وإذا وجدتموه فأخبروني لأذهب أنا أيضا وأسجد له. فلما سمعوا هذا من الملك ذهبوا، فإذا النجم الذي رأوه في المشرق يتقدمهم حتى جاء ووقف فوق الموضع الذي كان فيه الصبي. فلما رأوا النجم فرحوا فرحاً عظيماً جداً، وأتوا إلى البيت فوجدوا الصبي مع مريم أمه، فخروا وسجدوا له، وفتحوا كنوزهم وقدموا له هدايا من ذهب ولبان ومر. ثم أوعز إليهم في الحلم بأن لا يرجعوا إلى هيرودس، فانصرفوا في طريق أخرى إلى بلادهم. المجد لله في العلا، وعلى الأرض السلام، وفي الناس المسرة. أيها الأبناء المحبوبون، ذات مساء رأى ملوك المشرق النجم فتبعوه، فقد رأوا نجماً يشير إلى حدث عظيم. قرأوا لغة الفلك وأتقنوها، وتبعوا النجم حتى الموضع الذي وقف عنده، وهناك كان الحدث. ذات يوم في التاريخ استيقظت المسكونة عند المدينة، بل القرية الصغيرة، بل القرية الصغرى بين مدن يهوذا، استيقظت المسكونة على الحدث الكوني، وبشائر الخلاص كانت تشير إلى أن هذا الحدث بما يحتويه سيصير مفصلاً في التاريخ، بل بداية لتقويم جديد. فصارت البشرية تؤرخ لما قبل الحدث ولما بعده، ما قبل الميلاد وما بعد الميلاد. واليوم بعد 2000 سنة ما زلنا نتوقف لنجد أنفسنا أمام أغرب ولادة، أمام أعجب ميلاد وأقدس ولادة في أصغر مغارة. صارت معه مع هذا الحدث محبة الإنسان تحمل لشعوب الأرض خيراً وبشراً. نرقب الحدث وتفاصيله
فنحن اليوم في عالم جديد. هذا العالم هو الذي رأينا على مدى ألفيتين، ونحن قد بدأنا بالألفية الثالثة، وجدنا أن هذا السر ما زال عجيبا. ولكي نرتاح ونسعى في فهمنا إلى أن نصل إلى شيء يمكن أن يرضي عقولنا، نجد أن هذا الحدث الأول والوحيد، ابن الله يولد من مريم البتول. يأتي الحدث ويعلن فيه إخبار الولادة، يعلنها ملاك: لقد ولد لكم اليوم مخلص. والمكان بعيد عنا هنا ساعة، المكان هو بيت لحم، وأما النتيجة فهي أننا نحن صرنا أبناء الله، فلست بعد عبدا بل ابنا. اليوم أصبحنا فعلا أبناء لله، تحققت وأصبحنا ورثة، وأدخلت أسماؤنا على قائمة الورثة، لأن المسيح قد صار إنسانا مثلنا. إنه العمانوئيل، إنه الله معنا. نلتقي اليوم أيها الأحبة في هذه الكنيسة المباركة، في أم كنائسنا، في الكاتدرائية الأولى. نلتقي اليوم ونحن وسط زمان كوروني، رأينا وتابعنا مشاهده المملوءة بالتعب وأحيانا بالموت الذي تخلفه ضربات من هذا الفيروس، من هذا الطاعون الجديد، تستهدف الأنفاس والنفوس. في هذا الزمن، زمن الميلادي، نتجاوز ما تقتضيه المرحلة التي فيها صارت المعانقة سلاحاً ضاراً، والمصافحة تهديداً، وتقبيل أحبتك شروعاً بعمل إرهابي. وصار الامتناع عن زيارة الوالدين فعل مودة ورحمة وإكرام، فإكرام والدينا كبارنا إكرامهم بأن نبتعد عنهم. صار الابتعاد عن الأهل والأقرباء والأصدقاء فعلاً محموداً محبباً، وممارسة تعكس اهتماماً ووعياً تحض عليها المنابر الدينية ومنصات التوعية الصحية والأمنية والاجتماعية. وصارت التكنولوجيا أدوات الوصل والتواصل وصلة الرحم. إنه زمننا الجديد، إنه عالم غريب. أما نحن أتباع المعلم، أتباع الطفل المولود في مغارة، فنغادر هذا الزمن، نغادره ولا نستكين له بأرواحنا. هذا زمن نخرج منه، لأننا لا نريد أن نغرق في تفاصيل حالة التبعثر والحيرة، ونتوجه بقلوبنا
نحو كل قريب ونحو كل جار ونحو كل محتاج، وهو توجه لا ينحصر فقط بأن أقدم الصدقات، بل أيضاً وأيضاً في حضور روحي محب معهم. في هذا الزمان الذي فيه نقيم خدمنا الكنسية، في هذه الحالة التي تستدعي أن يكون كثيرون منا في عملهم في الخط الأول يساعدون ويساندون المرضى، فإننا نحن مطلوب منا ومدعوون للعمل من أجل الصالح العام وحماية الآخرين من خلال حماية أنفسنا. نحن المسيحيين لسنا ضد، نحن ضد من يناقض العلم، نحن لسنا ضد العلم بل ضد من يناقض العلم، فندعو إلى الإصغاء إلى ما يقوله المختصون وتجنب الأشخاص والآلام والمخالطة غير المبررة. كلنا مطلوب منه أن يتصرف كمن يريد المساعدة في إخماد هذه النيران الحارقة التي يبثها هذا الفيروس، وتبثها سلالات جديدة. لكننا نحن أتباع الطفل المولود، الطفل المدعو عمانوئيل، نحرص على أن تكون سلالة الحب والإيمان والانضباط، أن تكون منهجنا، وأن لا نتوقف عن فعل ما بوسعنا لمساعدة الآخرين حتى نصل إلى الوقت الذي فيه نصبح قادرين على التخلص من هذه الكمامات لننتهي بانتصارنا على الفيروس، على هذا الطاعون. نحن أيها الأحبة في موسم مبارك، إن هذا الوباء لا يمكن أن يفت من عزيمة إيماننا وقناعتنا بأن هذه المواسم وهذا الارتباط هو الذي يعزي أرواحنا ويقوي قلوبنا ويشجعنا على أننا ننظر بأمل إلى تجاوز هذا التهديد الذي لا يمكن أن نقف مكتوفي الأيدي حياله. بالصلاة والاقتراب من الله والاقتراب من القريب يصبح هذا الأمر ممكناً أيها الأحبة، وبمساعدة كل السلطات وكل الجهات التي تتولى إدارة هذه الأزمة في هذه الشدة التي ستزول. واليوم في عيد ميلاد معلمنا الإلهي الطفل المولود من العذراء مريم لأجل خلاصنا، المتجسد اليوم الإله العظيم المضجع في مذود، نسأله بمعونته أن يقوي إيماننا ويشد من عضدنا ويؤيدنا في مواجهة هذه المرحلة والخروج منها. إنها مناسبة طيبة، إنها مناسبة مقدسة ومجيدة نحتفل بها اليوم بدلاً من أن نحتفل غداً. ونحن نطل على ذكرى الميلاد التزاماً منا بالتعليمات التي تصدرها الدولة الحريصة
على مصالحنا. أهنئكم أيها الأحباء، أهنئكم وأقول لكم بأن هذا الطفل المولود هو المخلص. أبشروا وبشروا، فهذا هو الذي سيحمل عنا خطايانا وسوف يحقق المصالحة، المصالحة الأزلية بين الله والإنسان. بهذه المناسبة نرفع الصلاة من أجل السلام في كل العالم، وبالأخص في أرضنا المقدسة، ونطل من هنا على مهد بيت لحم عبر نهرنا، نهرنا في الأردن النهر المقدس. ولا ننسى أن نصلي أبداً، لا ننسى أن نصلي من أجل وطننا المبارك، من أجل جلالة مليكنا حفظه الله ورعاه الوصي على المقدسات في القدس الشريف، ونمتد في محبتنا ومصافحتنا ومودتنا، نمتد عبر كل هذا الأردن مهنئين ولي عهد مليكنا وجنده، جيشه، وأجهزتنا الأمنية، وكل إخوتنا العاملين في المرافق الصحية، في الرعاية الطبية، وفي التمريض. ونصافح إخوتنا المسلمين، أحبتنا، شركاءنا في هذا الوطن، وشركاءنا في الإيمان بالسماء والخالق، ونقول لهم كل عام وهم معنا وأنتم وهم بألف خير. ونتذكر في هذا المقام إخوتنا الذين فقدناهم، الذين انتقلوا فرقدوا على رجاء القيامة، فيما نصلي من أجل كل المرضى، من أجل شفائهم وتعافيهم وسلامتهم وخلاصهم. ونسأله تعالى أن يثبت إيمانكم ويهدي بالكم ويمنحكم ويملأ بيوتكم ببركات هذا العيد، سائلينه تعالى أن يعيده عليكم وعلى الجميع بالخير واليمن وهناء الله وبركاته ونعمه. المجد لله في العلا، وعلى الأرض السلام، وفي الناس المسرة. لنقل كافة من كل نفوسنا وكل أذهاننا، فلنقول كرياليسون كرياليسون كرياليسون. أيها الرب الضابط الكل، إله أبائنا، نطلب إليك فاستجب وارحم. كرياليسون كرياليسون كرياليسون. يا الله بعظيم رحمتك نطلب إليك فاستجب وارحم. كرياليسون كرياليسون كرياليسون. الحكمة حتى إذا كنا مصونين بعزتك كل حين نرفع إليك المجد، أيها الآب والابن والروح القدس، أنا وكل أوان وإلى دار الداهرين. آمين. والمؤمنين
فليذكر الرب الإله في ملكوته كل حين الآن وكل آوان وإلى دار الداهرين آمين. كهنوتنا وجميعكم وجميع نياتكم فليقبل الرب الإله مع هذه الذبيحة الإلهية الطاهرة فيوفقكم في جميع أمور حياتكم آمين ويشفي مرضاكم آمين ويبعد الوباء عنكم آمين ويرسل سلامه إلى قلوبكم وبيوتكم آمين وينيح نفوس موتاكم في ملكوته كل حين الآن وكل آوان وإلى دار الداهرين آمين. الكريمة المقدمة إلى الرب نطلب كيريا إيسو. أيها الرب الإله القدير القدوس وحدك القابل ذبيحة التسبيح من الذين يدعونك بكل قلوبهم تقبل منا نحن أيضا طلبتنا وقدنا إلى مذبحك المقدس اجعلنا جديرين أن نقدم لك قرابين وذبائح روحية عن خطايانا وجهالات الشعب أهلنا أن نصيب حظوة في عينيك فتكون ذبيحتنا هذه مرضية لديك ويستقر روح نعمتك الصالح علينا وعلى هذه القرابين المقدمة وعلى شعبك كله برافة ابنك الوحيد الذي أنت مبارك معه ومع روحك القدوس الصالح والمحيي الآن وكل أوان وإلى دار الداهرين آمين. السلام لجميعكم ولروحكم.
لنحب بعضنا بعضا لكي نعترف بنية واحدة للآب والابن والروح القدس الثالوث الواحد في الجوار وغير منفصل. المسيح فيما بيننا عمانوئيل، الله معنا. المسيح فيما بيننا بحكمة نعلن إيماننا، نؤمن بإله واحد آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي الآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي وتألم وقبر وقام في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه وبالروح القدس الرب المحيي الذي هو مع الآب والابن يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا ونترجى قيامة الموتى والحياة دار الآن. لنقف حسنا ولنقف بتهيبا فلنصغي لنقدم بسلام القربان المقدس رحمة سلام ذبيحة التسبيح نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب وشركة الروح القدس فلتكن مع جميعكم ومع روحك لنرفع قلوبنا إلى العلانية عند الرب لنشكر الرب فإنك أنت الإله الذي لا يفي بوصف ولا يحده عقل ولا يرى ولا يدرك الدائم الوجود الكائن هو هو أنت وابنك الوحيد وروحك القدوس أنت أخرجتنا من العدم إلى الوجود وبعد أن سقطنا عدت فأقمتنا وما زلت تصنع كل شيء حتى أصعدتنا إلى السماء وأنعمت علينا بملكك الآتي فمن أجل هذه كلها نشكرك ونشكر ابنك الوحيد وروحك القدوس كما نشكر لك كل ما نلنا من إحساناتك المعروفة والمجهولة الظاهرة والخفية ونشكر لك أيضاً هذه الخدمة التي ارتضيت أن تقبلها من أيدينا نحن الخطأ مع أن ألوفاً من رؤساء الملائكة وربوات من الملائكة ماثلون لديك الشيروبيم السيرافيم
ذوي الأجنحة الستة والعيون الكثيرة، محلقين وطائرين، مرنمين بنشيد الظفر، هاتفين وصارخين وقائلين: قدوس 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 رب صباون، السماء والأرض مملوءتان من مجدك، وشعلت في الأرض شكر مباركا وأعطى تلاميذه باسم الرب أشعل في الأعلى. خذوا فكلوا، هذا هو جسدي الذي يكسر لأجلكم لمغفرة الخطايا. آمين. وكذلك الكأس من بعد العشاء قائلاً: اشربوا من هذا كلكم، هذا هو دمي للعهد الجديد الذي يهراق عنكم وعن كثيرين لمغفرة الخطايا. لك مما هو لك نقربه لك عن كل واحدا ومن أجل كل شيء. إياك نسبح، إياك الروحية غير الدموية، ونبتهل ونطلب ونتضرع، فأرسل روحك القدوس علينا وعلى هذه القرابين الحاضرة، واجعل هذا الخبز جسد مسيحك الكريم وما في هذه الكأس دم مسيحك الكريم محولا إياهما بروحك القدوس. لكي يكون المتناولين منهما لعفاف النفس غفران الخطايا، لشركة الروح القدس لكمال ملكوت السماوات، للدالة لديك لا للدينونة أو للقضاء. نقرب لك أيضاً هذه العبادة الروحية لأجل الذين توفوا على الإيمان، الأجداد والآباء ورؤساء الآباء والأنبياء والرسل والكارزين والمبشرين والشهداء والمعترفين والنساك وروح كل صديق توفي على الإيمان، خصوصاً سيدتنا الكاملة القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة والدة الإله الدائمة البتولية مريم. عظمي يا نفسي من إياك
اذكر يا رب الذين سبقوا فرقدوا على رجاء قيام الحياة الأبدية، أرحهم حيث يشرف نور وجهك. نطلب أيضا إليك، فاذكر يا رب كنيستك المقدسة الجامعة الرسولية التي اقتنيتها بدم مسيحك الكريم، امنحها السلام، ثبت يا رب هذا البيت المقدس إلى انقضاء الدهر. اذكر يا رب الذين قدموا هذه القرابين ونياتهم، اذكر يا رب مقدمي الثمار والمحسنين إلى كنائسك المقدسة، اذكر يا رب الذين يتعبون، اذكر يا رب العائشين في الورع والنسك والسيرة الحميدة، اذكر يا رب ملكنا ومساعديه وجنده الذين شئت أن يملكوا في الأرض، قوِّ ذراعه، ارفع يبينه، أيِّد حكمه، أخضع له كل الأمم التي تصبو إلى الحروب والإرهاب والعنف والقتل والتدمير، أنعم عليهم بسلام وطيد لا ينتزع، ألقِ في قلوبهم ما هو صالح لأجل كنيستك وكل شعبك، لنقضي في ظل أمنهم حياةً مطمئنةً وادعة بكل تقوى ووقار. اذكر يا رب شعبك الحاضر والغائبين منهم لأسباب صوابية، اذكر إخوتنا الذين يتابعون هذه الخدمة على عن بعد، ارحمهم يا رب وارحمنا بكثرة رحمتك، املأ بيوتهم من كل خير واحفظها في سلام ووئام. رب الأطفال هذب الأحداث، شدد الشيوخ، عزي صغيري النفوس، اجمع شمل المشتتين، اهدي الضالين، ضمهم إلى كنيستك المقدسة، أعتق المعذبين، رافق المسافرين، احمي اليتامى، أنقذ المسبيين، اشف المرضى، واذكر اللهم الذين في أي ضيق أو شدة أو عسر، وجميع المفتقرين إلى حنانك العظيم. اذكر يا رب محبينا ومبغضينا والذين أوصونا نحن غير المستحقين أن نصلي لأجلهم، اذكر يا رب شعبك كله وأسبغ على الجميع رحمتك الوافرة، مانحاً إياهم ما يسألون للخلاص، فأنت يا رب العارف كل واحد باسمه وكل واحد من جوف أمه، فأنت للمخذولين عون ولليائسين رجاء، أنت للمسافرين ميناء وللمرضى طبيب، فكن أنت كل للكل يا عالما بكل إنسان وبغيته وبكل بيت وحاجته. نجي يا رب مدينتنا هذه وكل مدينة وقرية من الوباء، من الزلازل، من الطوفان، من المجاعة، من غارات الأجانب، من الإرهاب ومن الحروب. اذكر يا رب أولاً أبانا فرانسيس بابا روما الطباوي وبطريركنا يوسف ورئيس كهنتنا جوزيف وجميع المطارنا والكهنة، أنعم على كنائسك المقدسة أن يكونوا في سلام أصحاء مكرمين معافين، مدي الأيام مفصلين بإحكام كلمة حقك. قدسهم في خدمتهم واحفظ جميع المؤمنين، واعطنا أن نسبح ونمجد بفم واحد وقلب واحد اسمك الجدير بكل كرامة والعظيم الجلال، أيها الآب والابن والروح القدس، آن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. ولتكن مراحم إلهنا العظيم ومخلصنا يسوع المسيح مع جميعكم. روحك. بعد أن ذكرنا جميع القديسين أيضاً وأيضاً بسلام إلى الرب نطلب. إيريا ألاكيسو. يعني هذه القرابين.
الأقربين الكريمة المقدمة والمقدسة إلى الرب نطلب. كيريا البشر الذي قبلها على مذبح المقدس السماوي العقلي رائحة طيب روحي يسبغ علينا عوضا عن النعمة الإلهية وموهبة الروح القدس نطلب. كيريا لا نسأل وحدة في الإيمان وشركة الروح القدس ولنودع المسيح لله ذواتنا وبعضنا بعضا وحياتنا كلها. وهلنا أيها السيد لأن نشعر بدالة وبلا دينونة على أن ندعوك أبا أنت الإله السماوي ونقول أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض أعطنا خبزنا كفاف يومنا واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أساء إلينا ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير لأن لك الملك والقدرة والمجد أيها الآب والابن والروح القدس أنا وكل أوان وإلى دار الداهرين. آمين. السلام لجميعكم ولروحك. أحنو للبشر الذي أنت مبارك معه ومع روحك القدوس الصالح والمحي الآن وكل أوان وإلى دار الداهرين. اغفر لي أنا الخاطئ وارحمني. فلنصغي الأقداس تعطى للقديس قدوسا Yeah.
مخافة الله وإيمان ومحبة تقدموا. آمين آمين. مبارك الآتي باسم الرب. الله هو الرب فقد ظهر لنا. بلني اليوم شريكا في عشائك سري. لست أقول سرك لأعدائك ولا قبلة غاشة نظيرة يهوذا لكني كاللص يعترف يا رب اذكرني يا قدوس اذكرني يا سيد اذكرنا جميعا في ملكوتك. اذكرني يا قدوس متى أتيت في ملكوتك. خلص يا الله شعبك وبارك ميراثك. ميلادك أيها المسيح إلهنا قد أظهر نور المعرفة للعالم لأن الساجدين للكواكب لك يا شمس العالم وعرفوا أنك المشرق الذي من العالم يا رب المجد
حينا الآن وكل آوان وإلى دار الداهرين. آمين. قفوا أيها الذين اشتركوا في أسرار المسيح الإلهية المقدسة الخالدة الطاهرة السماوية المحيي الرهيبة لنشكر الرب شكراً لائقاً. يا رب ارحم. نشكرك أيها السيد المحسن وإلهنا المحسن أنك أهلتنا في اليوم الحاضر أيضاً بأسرارك السماوية الخالدة، فقوم عروقنا، ثبتنا جميعاً في مخافتك، صن حياتنا واغض خطواتنا بصلواتي وتضرعاتي والدة الإله المجيدة مريم الدائمة البتولية وجميع القديسين، لأنك أنت تقديسنا وإليك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس أنا وكل آوان وإلى دهر الداهرين. آمين. لننطلق بسلام باسم الرب إلى الرب نطلب. يا رب ارحم. يا مبارك مباركيك يا رب ومقدس المتوكلين عليك، خلص شعبك وبارك ميراثك، احفظ كمال كنيستك بسلام، قدس المحبين جمال بيتك أن تعوضهم عن ذلك مجدا بقدرتك الإلهية، ولا تهملنا نحن المتوكلين عليك. هب السلام لعالمك ولكنائسك وللكهنة ولملكنا وبلادنا وجيشنا وكل شعبك، لأن كل عطية صالحة وكل موهبة كاملة هي من العلاء منحدرة من لدنك يا أبا الأنوار، وإليك نرفع المجد والشكر والسجود أيها الآب والابن والروح القدس أنا وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. ميلادك أيها المسيح إلى هنا قد أظهر نور المعرفة للعالم، لأن الساجدين للكوان الشمس العام وعرفوا أنك مشرق الذي من العالم. يا رب المجد إلى الرب نطلب. يا رب ارحم. بركة الرب ورحمته تأتيان عليكم بنعمته ورأفته ومحبة البشر كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. أمين. نسأل في هذا النهار في هذا الموسم الميلادي الأمجد، نسأل الله تعالى أن يملأ بيوتكم بسلامه ونعمه وبركاته، نعم وبركات وسلام المغارة، المغارة التلحمية الأقدس الأجمل في هذه الأيام المباركة، بهذا الإيمان وبهذا الرجاء بهذا الدعاء نختتم صلاتنا في هذا النهار والتي اشتركنا فيها اليوم
بدلا من الغد، حبا منا لله تعالى وطاعة منا لحب الجار، حب القريب، حب مجتمعنا، حب وطننا، وتقيدا بهذه التعليمات. والكنيسة هي أنتم، وحيث أنتم تصبح كنيسة لما بتصلوا. فأرجو أن نتذكر أن بيوتنا يمكن أن تكون كنائس، بل يجب أن تكون كنائس من خلال صلواتنا، من خلال تقوانا، من خلال قيامنا بواجباتنا الروحية. أحبائي، أجدد لكم المعايدة الميلادية، مجدداً أيضاً محبتنا لكم وسعينا دوماً لأن نقوم بواجبنا حتى في ظروف الكورونا، ولكن نشدد على التباعد، نشدد على التباعد، لأن هذا التباعد وهاي الكمامة هي لقاح مهم الآن. وبدنا بمحبتنا وبتقوانا وبتقيدنا بالتعليمات أن نكسر كل السلالات، سلالة المحبة، سلالة الإيمان، سلالة ما تعلمناه في هذه المغارة، هي التي إن شاء الله ستكون معنا، لأن هذا الطفل المولود كما قلنا هو عمانوئيل، إنه الله معنا. كل عام وأنتم بخير. المجد لك أيها المسيح، لا رجاء المجد لك، ليرحمنا المسيح إلهنا الحقيقي الذي ولد من بتول قبل أن يوضع في مغارة ويضجع في مغود لأجل خلاصنا، ويخلصنا بشفاعة أمي الكاملة الطهارة سيدتنا واردة إلى دائم البتولية مريم، والقديسين الرسولين بطرس وبولس صاحبي هذه الكنيسة المقدسة، والقديسين المجدين الرسل الجديرين بكل مديح، وأبينا في القديسين يوحنا الذهبي الفم رئيس أساقفة القسطنطينية واضع هذه الخدمة الإلهية الشريفة، والقديسين الصديقين جدي الإلهي وكيم وحنا وجميع القديسين من هو صالح ومحب البشر. صلوات أبناء القديسين يا رب يسوع المسيح.